أهلا بكم مشاهدينا، إنها الساعة 60، برنامج إخباري خاص ومتنوع وبإيقاع سريع ومختلف جدا. نحلل الأحداث بأبعادها وبعمق، وبين العاجل والمهم نضع أمامكم الأهم والصورة الكاملة. البداية من العناوين: منظومات الصواريخ، أمل كييف وهاجس موسكو وورطة الغرب، وخيارات بوتين 3-1 لأوكرانيا. قمح أوكرانيا حرق وحبس وسرق، وواشنطن تطالب بطون أفريقيا الجائعة بتحري مصدر قمحها. وفي ملفات الساعة 60، إيران تقلب طاولة التفاوض، نزعت كاميرات وكالة الطاقة وألقت بكرة ملتهبة في ملعب الغرب. قوانين العلم الأحمر الأمريكية، حل وسط لوقف الدماء في بلد سلاحه أكثر من ساكنيه. إذا لم تستطع تحويل دفة المعركة، فعلى الأقل لا تبقي خصمك مرتاحاً. بدل ظروفه. هذا ما يفعله الأوكرانيون الآن في سيفيرودونيتسك، استدراج الروس لحرب شوارع من أجل تحييد ميزتهم الأساسية، المدفعية. لم تعد أوكرانيا قادرة على إخفاء الحقيقة، فسكرتير المجلس القومي إليكسي دانيلوف أكد مجدداً أن الوضع بالغ التعقيد في ظل قصف يوصل الليل بالنهار. وتقر وزارة الدفاع الأوكرانية بأن روسيا تبحث عن نقاط ضعف لدى قواتها قرب نهر سيفيرسكي دونيتسك وتتحسب لمزيد من الهجمات. وتبقى كييف مجبرة على الدفاع ليس فقط عن موقع المدينة الاستراتيجي، وإنما عن 10,000 مدني بقوا فيها رغم قسوة الحرب. لكن قد تلوح فرصة أخرى لتخفيف الضغط على المدينة عبر الضرب في مناطق أخرى. فأوكرانيا تقول إنها استعادت مناطق جديدة في هجوم مضاد في منطقة خيرسون، أول مدينة كبيرة سيطر عليها الروس. وسعى زيلنسكي لرفع معنويات جنوده بالتأكيد على تحقيق تطورات إيجابية أيضاً في زابوروجيا من دون أن يذكر تفاصيل. غير أن الغصة باقية في حلق كييف، ما وصلها من سلاح لقلب المعركة لا يكفي حتى الآن. سيرجي غايدي: يمكن للجيش استعادة المدينة في 2 أو 3 أيام. الشيء الوحيد الذي نفتقر إليه هو المدفعية الغربية بعيدة المدى. واجهنا موقفا عندما استعاد الرجال نصف المدينة تقريبا. كنا في موقف صعب. لقد استعادوها حقا. لقد اتخذوا مواقع هامة بالفعل. ولكن بعد ذلك بدأت مدفعية العدو في تدمير جميع المنازل وسواها بالأرض. وتبقى الحرب على الأرض بين مد وجزر. نجاحات مزعومة لروسيا وأوكرانيا، تقدم في الميدان بل وهزائم تكبدها واحدة للأخرى وبعضها دعائي. المؤكد أن خمس الأرض هو ليس كل ما تمنت روسيا الحصول عليه، وهي بالمناسبة دخلت حربها وهي تسيطر على 7% من الأراضي الأوكرانية. أما الناتو فلا يرى حسما قريبا ويدعو لحرب استنزاف طويلة لهزيمة الروس، غير أنه لا يمكن استنزاف روسيا بدون أوكرانيا. إذن الواقع الآن هو زمن حرب سيتبدل فيه الزخم صعوداً وهبوطاً، وتدريجياً ستنشأ خطوط معركة شبه ثابتة، وتتحول الحرب إلى صراع دائم بوتيرة منخفضة وبطيئة. هنا يراهن بوتين بالصبر الاستراتيجي على 3 أمور: إرهاق أوكرانيا للغرب، تركيز أوروبا على أزماتها الاقتصادية، والتفات أمريكا إلى التهديد الصيني. لكن ماذا لو فاجأ بوتين العالم بوقف إطلاق النار، أي أن يكتفي بعد السيطرة على دونباس وليس قبلها بالتأكيد، بما حققه من مكاسب معلناً النصر؟ مخرج مناسب: الادعاء أن العملية اكتملت، الانفصاليون باتوا يتمتعون بالحماية، والممر البري إلى شبه جزيرة القرم تحقق.
كل ما يتبقى الضغط الغربي على أوكرانيا للتنازل عن بعض أراضيها مقابل سلام افتراضي. وفي هذه الحالة الموقف الأوروبي شبه مضمون. في باريس وبرلين وروما تكررت العبارات الرافضة لإطالة أمد الحرب وبضرورة الضغط للتوصل إلى وقف إطلاق النار، لكن ليس بالضرورة للعبارات أن تتحول إلى موقف لما سيقابله من معارضة أمريكية وبريطانية شرسة ترفض فوز بوتين حتى ولو شكليا. لكن أيضا السيناريو الاستنزافي يحمل الإرهاق وربما المراوحة. فقدان القدرة على تحقيق روسيا أو أوكرانيا مكاسب عسكرية لتدخل في محادثات تسوية. إن وضعنا جانباً أزمة الثقة وهي عامل الفشل الأول لأي مفاوضات، فلن يصل الصراع إلى هذه النقطة إلا بيأس الغرب من الأوكرانيين إذا فشلوا. لكن كيف هو حال الأوكرانيين على الجبهات في ظل استيقاظ حيوية الروس في المعارك؟ مخاطرة زيلنسكي بالنزول إلى ميادين القتال لشحذ الهمم دافعها تردي معنويات الجنود. فالقتال بدأ في دونباس ب30,000 جندياً في فبراير، واليوم حملة السلاح الأوكراني أو الغربي متطوعون كهذه الامرأة، وبأفضل الأحوال مهندسون معلمون وسائقو سيارات أجرة بلا خبرة أو عقيدة عسكرية. يزيدهم ضعفاً الشعور بالعزلة والحصار المحكم عليهم من قبل الروس وتعثر وصول الإمدادات في ظل قضم أراضيهم شيئاً فشيئاً. وهكذا بالضبط سقطت سيفيرودونيتسك وتبددت معها رواية التقدم المزعوم للقوات الأوكرانية واستعادة أجزاء منها، بل واستسلم فيها 126 لينضموا إلى أكثر من 6,000 أسير أوكراني لدى الروس. هل سيخسر الأوكرانيون حربهم إذن؟ تقييم أي عملية عسكرية ينطلق من ميزان القوى وليس من ناحية السلاح فقط. فإذا كانت روسيا لديها صعوبات في قدرة ضخ جنود احتياطيين، فالقدرة باتت معدومة لدى أوكرانيا. وزيلنسكي اعترف بصعوبة تبديل قواته أكثر من مرة، وكل هذا في ظل لا مركزية القتال. الجبهات مفتوحة سواء في لوغانسك، دونيتسك، خرسون، زاباروجيا وحتى محيط خاركيف، وأكثر ما يمكن أن تحرزه القوات الأوكرانية هو صد الهجمات. أما قلب المعادلة فيكمن في أمرين. الأول ضرب العمق الروسي، وضع الغرب عليه خطوطاً حمراً برفض تسليم أوكرانيا منظومات الصواريخ البعيدة المدى. أما الثاني فهو استهداف الخطوط الخلفية الروسية داخل أوكرانيا، ما يدفع الجنود الروس إلى تغيير مناورتهم. لا مانع غربياً لا طالما ستبقى الحرب محصورة بحدودها الحالية، بل أتاحت أمريكا وبريطانيا الهجمات النوعية للأوكرانيين بمنظومتيها الصاروخية هاي مارس وM270. لكن إن كان الهدف المدفعية الروسية في الخطوط الخلفية فيمكن استهدافها بهاوتزر 777 الأمريكية المتوفرة أساساً. فما الفرق؟ هل هي الدقة والتوجيه بالجي بي أس؟ ربما. احتمال الخطأ إن وقع بقصف المنظومتين لا يتجاوز 5 أمتار، ومن حيث الكثافة فيمكن لهاي مارس إطلاق 6 صواريخ وخلال ساعة يمكنها إطلاق 7 دفعات. والمنظومة البريطانية التي تتفوق على نظيرتها الأمريكية بإطلاقها 12 قذيفة في الدفعة الواحدة يمكنها أيضاً الاستهداف على بعد 80 كيلومتراً. لحظة، هذا مدى سميرج المستخدمة وبكثرة في معركة الشرق، ومع ذلك لم تمنع تقدم الروس ولم تغير من مناورتهم، وطبعاً تهديد الأراضي الروسية بعيد. أقرب نقطة من الشرق كانت سيفيرو دونيتسك، تبعد 140 كيلومتراً عن الحدود الروسية، فلماذا إذن الغضب الروسي من المنظومتين؟ إذا استبعدنا استخدام إحدى المنظومتين من خاركيف التي تبعد عنها الحدود الروسية 35 كيلومتراً بتكثيف جهود قطع خطوط الإمداد، فستفتح هاي مارس أو M270 فصلاً جديداً من الحرب، حذر منه بوتين ووضحه لافروف. Если они будут, они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить такой удар по тем объектам, по которым мы пока не наносим.
А во-вторых, это является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь Запад в военные действия. Конечно, эти... على كل مزايا السلاح الغربي وتطوره ليس موقع جدل، ولذلك تحذر منه موسكو، لكن المفارقة يمثلان العقدة في أوكرانيا. إذا كان الوقت حليف الأوكرانيين ووصلهم الإمداد، وهذا مع افتراض أنهم عسكريون وليسوا مدنيين متطوعين، فالتدريب على أي من المنظومتين كما غيرها من الأسلحة الغربية التي حصلت عليها كييف يتطلب شهراً على الأقل. هل يمتلك الأوكرانيون هذه الرفاهية في ظل الحرب المشتعلة؟ هم كمن يملكوا أحدث الهواتف النقالة كآيفون 13، وكل ما يفعلونه هو إجراء مكالمة فقط. هكذا بالضبط لخص الرقيب الأوكراني ديمترو بيسانكا لنيويورك تايمز أزمة التعامل مع السلاح الغربي، أو على الأقل ما وصلهم منه ونفد من استهداف الروس. معنا من باريس جون بيير بيران الكاتب السياسي، أهلا بك. يعني مع مرور الأشهر هل يمكن القول إن رهان الوقت صب في مصلحة موسكو أكثر من كييف؟ لكن مع بعض التحفظ. صحيح أن الجيش الأوكراني اليوم في موقف دفاعي لأنه يخسر الكثير من الجنود، فيبدو أن يوميا الجيش الأوكراني يفقد المئات، وهذا يؤثر كثيرا على الجيش، وبالتالي الجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من الجنود على جبهات القتال. ربما إذا ما حسبنا الأرقام هناك عدد كافي في الجبهات مقارنة بروسيا، لكن روسيا لديها خزان كبير من الجنود في روسيا، ولعل وهناك طبعا العقوبات التي تؤثر كثيرا على روسيا وقد يكون لها أثر على الحرب. إذا نستطيع أن نقول أن عامل الوقت هو في مصلحة روسيا، ولكن ليس بنفس الدرجة التي نتوقعها، وهو أيضا في مصلحة أوكرانيا التي سوف تتلقى المزيد من الأسلحة النوعية، لا سيما رجمات الصواريخ، حتى وإن رغبت فرنسا ربما تسليم أوكرانيا الصواريخ سيزار وهي متطورة جدا، لا يمكن لفرنسا تسلم الكثير منها لأن العدد محدود لديها وصناعتها يتطلب وقتا طويلا. نعم، مع هذا الإحجام، قد نسميه الإحجام، عن تسليم هذا السلاح سواء من فرنسا أو من غيرها. ألمانيا أيضا امتنعت عن تسليم أسلحة معينة لأوكرانيا. هل الغرب تحديدا برلين، يعني فرنسا ألمانيا وإيطاليا، تتفهم الوضع الآن على الأرض أكثر من الجانب البريطاني والأمريكي، ولذلك تطالب هي بعدم إطالة أمدها؟ نعم، لا شك في أن ذلك ممكن، ويجب أن نتحدث أيضا عن بولندا التي هي تحث وتدفع باتجاه الحرب على غرار المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وكذلك دول البلطيق التي ترغب في أن يخرج بوتين من هذا الصراع ضعيفا جدا، لأنهم يرون في نظامه تهديدا. إذن يجب أن نضم أيضا بولندا لبريطانيا والولايات المتحدة، وهي تستقبل عدد كبير من اللاجئين ووزنها كبير في أوروبا بسبب هذا الصراع. إذن يمكن أن نرى من جهة الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا ودول البلطيق، ومن جهة أخرى فرنسا وألمانيا اللتين تبحثان عن مخرج للصراع. لذلك قال رئيس ماكرون إنه لا يجب إذلال أو إهانة روسيا،
يجب عدم إهانة روسيا، يعني أن ماكرون يرى أن فرنسا أن روسيا سوف تخسر، وهذا يعني أن روسيا سوف تخسر الحرب، وإلا ما قال أو ما طلب عدم إهانة روسيا. نعم، وعدم إذلال بوتين. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من باريس جون بيير بيران الكاتب السياسي. Ну, для меня это очень большой больной вопрос, потому что у меня мама украинка, отец фин, и история показывает нам то, что это, конечно, ну, лично для меня это большая трагедия для моей семьи. Я не знаю. Хотела бы, чтобы закончилось миром. Миром. И все будут жить так же, как и жили раньше, в любви и согласии. Закончится все победой. И вот где-то ближе к осени. Знаете, я думаю, покажет время. Трудно сказать, что будет. Не знаю даже. Не знаю. Победой все закончится. نظرة أقرب على حياة الجنود الأوكرانيين في الخطوط الأمامية بدونباس، مزيج من القتال من أجل القتل والقتال من أجل البقاء أحياء. الوقت هناك محسوب بالثواني لدى الجندي وبعضها فقط لإطلاق قذيفة ثم العودة بأقصى سرعة للاختباء قبل تلقي الرد أو التحديق لبعض دقائق في جثة خصم روسي، فيما يدور في ذهنه سؤال عما الذي أتى به إلى هنا، ويرعبه سؤال آخر، ماذا لو كنت مكانه؟ الإقامة بسيطة جداً، كل الأرض ملكهم، يفترشون منها ما يشاءون، فأغلب أصحابها هجروها، فقط لا يغطون في النوم، فمن يدري؟ الطعام، أي شيء مع أي شيء، أي مذاق سيكون شهياً، فربما لا يكون هناك ما يؤكل غداً. الآن يبدأ يوم جديد وحان الوقت للعمل، والعمل هناك هو محاولة انتزاع سلاح من دبابة معطوبة أو تلقيم السلاح والاستعداد لقنص روسي جديد أو ربما تلقي رصاصة منه. لكن قبل كل شيء لابد من انتشال جثث من سقطوا هناك من الأهالي، فإن لم تستطع أن تحافظ لهم على الأرض فلتدفنهم فيها، فهذه وصيتهم التي لا تحتاج لسماعها. Однозначно будет победа. Вот что делать с оккупированными там ДНР и ЛНР, это серые паспорта. То есть они на том уровне, чтобы рассуждать. То есть то, что Украина не сдаст, это 100%. То, что не отдаст своей земли, это уже тоже понятно. Слишком много сил положено. А вот как долго все это будет продолжаться, сказать очень сложно на самом деле. Дивіться, перемога України – це однозначно, це 100% перемога. Мене воює батя, це наша перемога і повернення Донецьку, повернення Криму. Я думаю, що Україна заберє, короче, повністю все Чорномор'я, Азовське море, і на цьому закінчиться війна. كيف تكون في بلدك متهماً وملاحقاً وعلى بعد نحو 2000 كيلومتر بطلاً؟ في الساعة بعد دقيقة. فاجأ الأمير ويليام ذوق كامبريدج رواد أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن بعد أن تجول متخفياً لبيع مجلة تذهب عوائد مبيعاتها لمساعدة المشردين. لم يمض وقت طويل حتى اكتشف المواطنون هوية الأمير وتزاحموا لالتقاط الصور معه. كانت جولة ويليام فرصة كي يتذكر البريطانيون والدته أميرة القلوب ديانا، التي أثرت القلوب بأعمالها الإنسانية ومساعدتها للفقراء والمرضى حول العالم. يطول أمد الحرب الأوكرانية وثمة كارثة تقترب. تحدثنا سابقا عن تداعيات العمليات العسكرية في أوكرانيا على إمدادات الحبوب، لكن اليوم الحديث عن مجاعات باتت أقرب. أصبحت الأزمة أزمتين، الأولى هي حبس القمح الأوكراني في مخازنه وأحيانا في حقوله، والثانية هي القرار الهندي بحظر صادرات القمح لسد احتياجات الداخل. ما النتيجة في عالم أصلاً لا يكفيه غذاؤه؟
أسعار القمح تواصل الارتفاع للشهر الرابع بزيادة 5.6% في مايو لتصل في المتوسط إلى 56% فوق قيمتها العام الماضي. بالطبع تبادلت روسيا مع أوكرانيا والغرب الاتهامات عن التسبب في هذه الأزمة، بينما يطرق المحتاجون وعلى رأسهم أفريقيا أبواب الجميع، خاصة أبواب بوتين لمنع فجوة الغذاء من الاتساع. لكن جديد الاتهامات أن روسيا تسرق قمح أوكرانيا وحبوبها، و 500,000 طن قمح أوكراني بقيمة 100 مليون دولار نهبت منذ بدء الحرب من مخازن في زاباروتشيا وخرسون ودونيتسك ولوغانسك. وتتعدى السرقة القمح إلى الآليات الزراعية، فبحسب كييف صادرت روسيا معدات بقيمة تقترب من 20 مليون دولار. بالنسبة لأوكرانيا فإن سرقة حبوبها تذكرها بالمجاعة الكبرى في بداية الثلاثينات حين كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي وعوقبت بمصادرة الحبوب ليموت 4 ملايين شخص جوعاً. وبالنسبة لأفريقيا التي بالكاد تجد الطعام فقد تلقت تحذيرات أمريكية لتجنب شراء القمح المسروق لتستجيب برد يبدو لديها منطقياً. لا تقحمونا في مواجهتكم، أوجدوا لنا البديل. لكن كيف يتم تهريب القمح والحبوب الأوكرانية والتي ينتظرها الملايين في جميع العالم خاصة في أفقر دول؟ بحسب جهات التقصي الأمريكية والأوكرانية تقول كييف إن 10 سفن على الأقل صدرت الحبوب المسروقة عبر ميناء سيفاستوبول منذ أواخر فبراير الماضي. لكن بشكل عام تلعب 3 سفن كبيرة الدور الرئيسي في هذه العمليات، ماتروس كوشكا وماتروس بوزينيتش وميخائيل نينشيب. وقد رصدت مراراً بين مضيق كيرتش في جزيرة القرم وموانئ مختلفة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وأحياناً مارست هذه السفن في سوريا أو في تركيا. ولهذا خاطبت كييف السلطات التركية من أجل التحقيق في مصدر الحبوب التي تنقلها روسيا، لأن مرور السفن عبر المضائق التركية أمر حتمي. لكن كيف تتخفى السفن الروسية؟ تلجأ موسكو للعبة بديهية لأي عملية تهريب عبر البحر، إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال وإخفاء ميناء المغادرة. لكن ما لا تستطيع روسيا التغلب عليه هو صور الأقمار الصناعية أو المراقبين على الأرض، وهو ما لجأت إليه أوكرانيا لإثبات ما تصفه بحالات السرقة. لا ننسى كل هذه الإثباتات من أجل 500,000 طن سرقت، لكن في أوديسا رقم أكبر بكثير، 20 مليون طن من الحبوب لا يعرف كيف ستخرج ولا لحساب من. لكن لماذا تكدست الحبوب الأوكرانية بهذا الشكل؟ ولماذا انقطعت السبل لتوريدها إلى جميع أنحاء العالم؟ قبل الحرب كانت هذه الموانئ على البحر الأسود وبحر أزوف منفذاً 90% من صادرات الحبوب الأوكرانية. اليوم معظم الساحل الأوكراني بقبضة روسيا، أما ما تبقى منه محاصر بأسطول حربي من 20 سفينة وعدد من الغواصين، الغواصات عفوا. ولا ننسى جزيرة الثعبان الاستراتيجية في البحر الأسود والبعيدة عن أوديسا ب100 كيلومتر توفر منصة إطلاق خطرة تستهدف الساحل الأوكراني بأكمله. ميناء كونستانتا على البحر الأسود في رومانيا قد يكون حلاً، لكن المسافة طويلة سواء شحنت برياً أو عبر مراكب من خلال نهر الدانوب، فضلاً عن أن رومانيا أصلاً هي بلد منافس ولديها صادراتها الضخمة. الطريق البحري مقطوع إذن، أما البدائل البرية ليست فعالة. لماذا؟ يختلف نظام السكك الحديدية الأوكرانية عن النظام الأوروبي. مقياس السكك الحديدية في بولندا مثلاً أضيق، لذا حين تصل الشحنات إلى الحدود سيتعين نقلها لقطارات أخرى، وهذا يعني وقتاً أطول بكثير وتكلفة أعلى. ربما يكون ميناء كلايبيدا في ليتوانيا هو البديل، وهنا ستتضاعف المشكلة. بيلاروسيا أغلقت القطارات مع أوكرانيا، لذا ستكون الوجهة بولندا. هنا ستتغير القطارات كما ذكرنا، وحين وصول الشحنات إلى ليتوانيا ستتغير مرة أخرى، لأن القطارات هناك هي بالمعيار السوفيتي. وحتى لو حلت كل هذه المشكلات فالأمر غير مبشر. حذيفة عادل.
طوال عقود تكفلت الموانئ البحرية بتصدير نحو 70% من بضائع أوكرانيا، الآن أغلقتها البحرية الروسية والألغام المضادة للسفن، وقد ترك هذا ملايين الأطنان محاصرة ليكون سبيل الخروج عبر السكك الحديدية التي تمتلك 13 تقاطعا ومعبرا حدوديا للشحن مع كل من بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر ومولدوفيا. لكن الاستهداف المتكرر للمستودعات ولخطوط السكك الحديدية أخرج بعضها عن الخدمة، والمشكلة أن التصدير في أفضل حالاته الآن يصل إلى 610,000 طن شهريا مقارنة مع 6 ملايين طن كانت تصدر عبر البحر. قد تكون في بلدك مغضوباً عليك ومهدداً بفقدان الثقة، لكنك على بعد نحو 2000 كيلومتر بطل. هذه هي حالة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني. نجا جونسون من اختبار سحب الثقة على خلفية بارتي جيت، لكن الشكوك حول استمرار قيادته لحزب المحافظين في غمار الانتخابات القادمة باتت محل شك. وهناك في كييف يتذكر الأوكرانيون بكثير من الاعتزاز هذا المشهد، زيارة جونسون لكييف وكيف كان أول زعيم أجنبي يتحدث إلى البرلمان الأوكراني. حتى زيلينسكي أكد للفاينانشال تايمز أنه سعيد للغاية بفوز جونسون في التصويت بحجب الثقة، وصفا إياه بأنه صديق حقيقي لأوكرانيا. كيف يلعبها جونسون من ناحيته هو؟ يوم التصويت بحجب الثقة غرد بصورة لنفسه في 10 داونينغ ستريت إلى جانب رسالة تقدم دعماً طويل الأمد لأوكرانيا. بعد النجاة من التصويت أصدر مكتبه بياناً يشدد على تجنب الضغط على زيلينسكي لقبول صفقة سلام سيئة. يهمسون في بريطانيا الآن. جونسون يستخدم حيلة مارغريت تاتشر بعد حرب جزر فوكلاند، حين أعاد لها الانتصار في الحرب الشعبية وكرس صورتها كامرأة حديدية. الآن يحاول جونسون أن يسير على النهج، فحرب أوكرانيا هي حرب فوكلاند بالنسبة له، حتى وإن كانت النتيجة لم تقوده لأن يكون الرجل الحديدي. You exposed the historic folly that Putin has made. When a leader rules by fear, and when he rigs his elections, and when he jails his critics, and he refuses to have a free media, and he listens just to sycophants, and when there's no limits on his power, that is when he makes catastrophic mistakes. It's a conflict that has no moral ambiguities or grey areas. This is about the right of Ukrainians to protect themselves against Putin's violent and murderous aggression. It's about Ukraine's right to independence and national self-determination against Putin's deranged imperialist revanchism. اشتعلت الأمور في الملف النووي الإيراني. وكالة الطاقة نددت بقرار إيران إغلاق 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية، وحذرت الوكالة من أن ضربة قاضية ستوجه للملف إذا استمر هذا التعطيل، وأنها لن تكون قادرة على توفير معلومات كافية خلال أسابيع. اعتبرت إيران أن موافقة 30 من أعضاء مجلس حكام وكالة الطاقة على توجيه اللوم لها هو إجراء سياسي وغير بناء، بل وأصر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن لدى بلاده البرنامج النووي الأكثر شفافية في العالم. أما برلين ولندن وباريس التي كثيراً ما دفعت عن فرص الاتفاق مع إيران، فقد دعتها إلى إنهاء التصعيد النووي بشكل عاجل للتسوية المطروحة على الطاولة. إذن كعادة الأسابيع والأشهر الماضية لم يقترب الاتفاق النووي مع إيران إلا وابتعد، والآن
تعثرت المحادثات ومررت وكالة الطاقة قراراً ضد إيران. غضبت الأخيرة، لكن غضبها لم يخفي العوامل التي تضغط عليها للوصول إلى اتفاق. الاقتصاد أكبر عوامل الضغط، والدليل ما تشهده إيران من احتجاجات على غلاء المعيشة هي الأخيرة في سلسلة تكررت خلال السنوات الماضية. لكن هناك من يضغط في الاتجاه العكسي، المتشددون ارتفعت أسهمهم وأوراقهم كثيرة، منها مقتل سليماني واغتيال قادة عسكريين وعلماء كمحسن فخرزادة وعقوبات ترامب القاسمة. هذا عدا عن أن الاختلاف الجوهري بين روحاني ورئيسي، والذي تركز سياسته الخارجية على تحسين العلاقات مع روسيا والصين وليس الغرب، قد تراهن إيران على أن الشركات والبنوك في الصين وروسيا ستعمل كشركاء أفضل، خاصة بعد توقيع اتفاقية الربع قرن مع بكين، حتى وإن كانت الأخيرة ستقيس الأمر بميزان حساس لتجنب المساءلة. وماذا عن الشريك المفترض بايدن وإدارته؟ كان الوقت يضغط عليها هي الأخرى بقوة، فمن ناحية إيران تقترب من القنبلة النووية، والأزمة الأوكرانية تستنزف المجهود، والصين تزيد القلق في الهادئ. لكن بايدن اضطر تحت ضغط الحلفاء الأساسيين في المنطقة وضغط اللوبي اليهودي لديه للتراجع عن قرار كان سيمثل ورطة، رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، فضلاً عن أن اتفاقاً بأي ثمن كان سيمثل فرصة مثالية للجمهوريين، فإسقاطه إن عادوا إلى البيت الأبيض سيكون أمراً سهلاً للغاية. هذا إن لم يعرقلوه عبر الكونغرس في نوفمبر القادم مع انتخابات التجديد النصفي. لكن إلى أين تتجه الأمور إن لم يتم فعلياً التوصل لاتفاق، وواصلت عقارب ساعة القنبلة النووية الإيرانية تقدمها؟ نذكر أن منع إيران من امتلاك السلاح النووي هو تعهد أمريكي ثابت قالها بايدن في يونيو الماضي، وسبقه إليها كل من ترامب وأوباما وبوش الإبن. ورغم التأكيد المستمر لواشنطن وتل أبيب على أن كل الخيارات مطروحة، يبقى استخدام القوة العسكرية العلنية خياراً، غير أن الاحتفاظ به كورقة ضغط على إيران أقرب من تحوله إلى واقع. لكن ماذا إن أصبحنا في هذا الواقع عالم بإيران نووية؟ قد تكون حيازة هذا السلاح بالنسبة لإيران نقمة وليس نعمة، فالعقوبات ستزداد والعزلة الدولية بالتأكيد، وهذا فضلاً عن رد فعل دول الجوار، ولن يكون أمام واشنطن سوى نشر سفن مسلحة نووياً في المنطقة وصواريخ نووية في القواعد العسكرية وتحميل طهران مسؤولية أي استخدام أو نقل لهذه الأسلحة. وحتى تلويح إيران بسلاحها الجديد سيكون سلاحاً ذا حدين، فقد يجد النظام نفسه أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، بل قد يخاطر بمحوه. وهنا يظهر السؤال، ألم تنجو كوريا الشمالية من هذا كله؟ الإجابة بسيطة، وضع البلدين مختلف تماماً، النظامان يوصفان بالاستبداد، لكن السياسة والمجتمع في كوريا الشمالية منظمان للغاية، وعلى العكس إيران تتمتع بتاريخ غني من الاحتجاجات والثورات التي أطاحت بالحكومات. لكن مجدداً، هل اقتربت إيران من صنع السلاح النووي؟ اقتربت نسبياً، لكنها في الوقت ذاته ما زالت بعيدة. وفقاً لأحدث تقرير لوكالة الطاقة، تمتلك إيران الآن 43 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، لكنها من أجل صناعة السلاح النووي تحتاج إلى 25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 90%. إذن ما زال أمام إيران بعض الوقت كي تنجح في مسعاها، لكن لا يمكن للغرب الاعتماد على هذا الأمر، لأن أجهزة التخصيب لديها تعمل بأقصى سرعة وطهران تحدثها باستمرار. لنفترض أن إيران وصلت للقنبلة، الثابت لدى الخبراء أن هذه القنبلة ستكون بدائية مقارنة بما هو موجود في عالم اليوم، ستكون مثل قنبلة هيروشيما، وأفضل طريقة لاستخدامها ستكون عبر إسقاطها جواً، وهذا بالنسبة للأهداف القريبة. أما بالنسبة لضرب أهداف بعيدة فالأمر أكثر صعوبة، يجب على إيران حينها تصميم قنبلة بمواصفات خاصة لوضعها على رأس صاروخ، مع مراعاة مشكلات تقنية معقدة للصاروخ الذي سيحملها،
ومنها الخروج من الغلاف الجوي والعودة للهدف. بعد كل هذا متى يمكن أن تصل إيران؟ المدة التي قد تحتاجها لصنع سلاح تدور في إطار سنتين، لكن هناك شيئاً شديد الأهمية لفت إليه رافائيل غروسي. ما تكتسبه إيران من خبرة لا يمكن عكسه. ينضم إلينا من واشنطن عبر سكايب السفير ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أهلا بك. إذا ما تكتسبه إيران من خبرة لا يمكن عكسه، هذا كلام غروسي. أين الخلل في استراتيجية الغرب والذي أوصل طهران إلى هذه النقطة من المعرفة النووية؟ Well, good evening to you and your viewers. مساء الخير لك ولمشاهديكم. أعتقد أن إيران ثابرت في سعيها للحصول على السلاح النووي، فهذا كان مشروع طويل الأمد بالنسبة لها. إذن حتى وإذا كان هناك الضربة للمنشآت النووية، فإيران لديها مواقع متعددة، وإيران سوف تحتفظ بالقدرات التي ستسمح لها باستئناف العمل بعد أي ضربات وإحراز التقدم. وأعتقد أن غروسي أشار إلى مسألة مهمة للغاية، مفادها أنه ينبغي ربما على إيران أن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي لأنها لا تتقيد بها، ولكن يصعب معرفة ما يمكن القيام به دون التهديد باستخدام القوة ضد إيران في هذه المرحلة. العقوبات تفيد من فترة لأخرى ضد النظام، ولكن النظام لا يكترث بالشعب الإيراني الذي هو يعاني كثيرا والذي يتظاهر كثيرا ضد أوضاعه. وطبعا الحرس الثوري الإيراني عمد إلى قتل المتظاهرين. إذن نحن في مأزق الآن بالنسبة لمنع إيران من التقدم إلى الأمام. وأعتقد أن إيران أصبحت الآن دولة على العتبة النووية، ووصول إيران إلى هذه المرحلة قد نبدأ في رؤية للأسف دول أخرى تمضي قدما وتحذو حذو إيران للحصول على السلاح النووي، بلدان مثل مصر أو تركيا أو المملكة العربية السعودية التي قالت أنها سوف تمضي في هذا السبيل. ذكرت العقوبات سيد شينكر، هل ستكون مثلا خيارا في المرحلة المقبلة إذا تعقدت الأمور أكثر؟ الآن هي عطلت الكاميرات، كاميرات المراقبة، ولكن لا نعلم ماذا يمكن أن تقدم عليه إيران من تصعيد. هل يمكن أن تكون عقوبات بحجم العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا خيارا أمام فرضها على إيران، أمام يعني أزمة النووي الإيراني؟ هذا أمر وارد، يمكن للصعوبات أن تكون أشد، ولكن ما نحتاج هو خيار سناب باك، العودة إلى فرض العقوبات بدعم من الحلفاء الأوروبيين الذين عليهم أن يدعموا بقوة ويعيدوا فرض العقوبات. كما تعلمين إدارة بايدن أوقفت تنفيذ العقوبات منذ اليوم الأول من وصولها إلى السلطة، لأنها كانت ترى بأن ذلك سيوفر ظروف أفضل للمحادثات. ومنذ ذلك الحين مضت أوران بتهريب مليون برميل من النفط يوميا بسعر 130 دولار للبرميل. هذا أمر غير مقبول، وبالتالي العقوبات هي خيار. ولكن حتى وإن حدث ذلك، هل ستؤدي هذه العقوبات إلى نتائج وتجعل النظام يتألم من ذلك؟ في السابق إيران تحملت هذه العقوبات ويتحصل على دعم من دول مثل الصين وروسيا التي توفر لإيران مخرجا لهزيمة العقوبات. إذن هذا ليس بالحل السحري. نعم، أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا من واشنطن عبر سكايب السفير ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. الرهان كان على انتخابات التجديد النصفي ومن بعده سباق الرئاسة، على ترامب أن يعيد حساباته. الآن الرهان لابد أن يكون على وقف التحقيق في أحداث الكابيتول في الساعة بعد دقيقة. It was
was something like I'd seen out of the movies. I couldn't believe my eyes. There were officers on the ground, you know, they were bleeding, they were throwing up, they were, you know, they had... told the president in no uncertain terms that I did not see evidence of fraud. And, you know, that would have affected the outcome of the election. And frankly, a year and a half later, I haven't seen anything to change my mind on that. Respect to Attorney General Barr. So I accepted what he said, was saying. هكذا إذن، رغم أن الطريق في أوله إلا أن النية تبدو واضحة في مجلس النواب. أحكام خيوط الإدانة حول الرئيس السابق دونالد ترامب في اقتحام الكابيتول. المشكلة ألا مؤيدين لرواية ترامب عن تزوير الانتخابات حتى الآن، لا المدعي العام السابق ويليام بار ولا حتى ابنته إيفانكا. لكن الجمهوريين الحزبيين ما زالوا يتوعدون ليس بالقضاء على محاولات إدانة ترامب فقط، بل على لجنة التحقيق في فوضى الكابيتول. وأيضاً في الولايات المتحدة هناك فوضى أخرى لا يبدو أن نهايتها قريبة، فوضى السلاح. 3 قتلى جدد سقطوا بنيران زميل لهم في شركة بمنطقة الريفية غربي ولاية ماريلاند. لا يمهل القاتل الجديد المطالبين بتجديد القوانين الوقت للاحتفال بنصف انتصار حققوه في الكونغرس مع إقرار مجلس النواب قانوناً فضفاضاً لحيازة الأسلحة. وحتى فرصة مرور هذا القانون في مجلس الشيوخ تبدو صعبة مع أغلبية جمهورية ترى الحل في إحكام الأمن بالمدارس وليس في تحجيم السلاح. يبقى الأمل في قوانين العالم الأحمر والتي تبدو ظروف تطبيقها مشكلة، فلابد أن يبلغ أفراد الأسرة والأصدقاء عن مخاوفهم وأن يقتنع القاضي بالتوقيع على الأمر بحق شخص ما. حسين الطودي. نجح الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي من تمرير مشروع قانون بشأن حيازة الأسلحة رغم معارضة الجمهوريين، حيث صوت لصالحه 223 نائباً منهم 5 نواب جمهوريين، وصوت ضده 204 نواب بينهم نائبان ديمقراطيان. وبموجبه سيتم رفع السن القانونية لشراء بنادق شبه آلية من 18 عاماً إلى 21 عاماً، والحد من تهريب الأسلحة وتطبيق قيود جديدة على ما تسمى بنادق الشبح التي لا يمكن تتبع أرقامها، ووضع عقوبات جديدة للحفظ غير السليم للبنادق في المنازل، ووضع قوانين تمنع تحويل الأسلحة شبه الآلية إلى أسلحة آلية، وحظر بيع الأسلحة ذات المخازن الكبيرة، إقرار عقوبات فيدرالية جديدة للإتجار بالأسلحة. كما صوت المجلس اليوم على تشريع لإقرار الإشارة الحمراء حول المصنفين خطرين في جميع الولايات. وسيرسل القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يواجه معارضة شديدة من الجمهوريين، فيما يجري أعضاء من الحزبين محادثات للتوصل إلى تسوية حول مقترحات للحد من العنف المسلح يمكن إقرارها في المجلس. ولماذا الولايات المتحدة تحديداً هي المعنية بهذا الشكل بنزع السلاح من الأفراد؟ الجواب على بساطته يحمل صدمة. انتشار السلاح في أيدي الأفراد مشكلة عالمية. مثلا هناك دول يملك كل فرد فيها سلاحا كاليمن، وهناك دول مثل غانا وكوريا الجنوبية لديها أقل من سلاح لكل 100 شخص. أما الولايات المتحدة فحدث ولا حرج. في عام 2020 قدر عدد الأسلحة النارية المملوكة للأفراد بنحو 393 مليونا، أي أكثر من عدد سكان الولايات المتحدة. والأبعد من ذلك، إذا أخرجت من المعادلة كل من الصين وألمانيا والهند، فإن ملاذ الأمريكيين من أسلحة مملوكة للقطاع الخاص يفوق باقي العالم مجتمعا. كيف انعكست هذه الأرقام على الحوادث؟ إطلاق النار الجماعي القاتل يصنف على أنه الحادث الذي يسقط فيه 4 ضحايا أو أكثر، وهذه إحصائية عام 2019 ل5 سنوات خلت. 59% من هذه الحوادث كانت مرتبطة بالعنف العائلي، وفي نحو ثلثيها قتل الجاني شريكاً واحداً على الأقل من العائلة.
لذا تصر جهات أمريكية متخصصة على أن تقييد وصول مرتكبي العنف المنزلي إلى البنادق قد يؤثر إيجاباً على حدوث عمليات إطلاق نار جماعي وما يرتبط بها من إصابات. ولأن المشكلة مزدوجة تظهر ثغرات عدة في القوانين المطبقة، فهذه القوانين تفرض إجراء فحوصات عن خلفية المشترين، لكن الأفراد وتجار التجزئة على الإنترنت لا يلتزمون بذلك. دراسة أخرى وجدت أن 13% فقط من سجناء العنف المنزلي في 13 ولاية حصلوا على سلاحهم بعد فحص أمني. الأرقام مفجعة، ولذا ربما يكون أكثر المعنيين بوقف هذا الطوفان هم ضحايا السلاح والذين هم حملته في الوقت ذاته. مشاكلنا على الأرض تزيد، هذا حقيقي، لكن هناك من يبحثون من الآن عن البديل. سافروا بخيالهم في الفضاء إلى حياة جديدة وأرض جديدة، إلى المريخ. الزراعة هناك لا يمكن أن تكون تقليدية بطبيعة الحال، ستكون أمامنا طريقتان، إما الزراعة في هذه البيوت الزجاجية بعد معالجة مشكلة نسب الإشعاعات العالية. فالإشعاع الكوني على سطح المريخ هو مزيج من أشعة ألفا وبيتا وجاما والأشعة فوق البنفسجية، أو قد يلجأ العلماء إلى خيار آخر، الزراعة تحت الأرض. فرغم تعقيدات هذه الطريقة إلا أنها ستكون أكثر أماناً بشرط الوصول لطريقة توفر الضوء. وفرنا الغذاء، إذن حان وقت الاستقرار، أين سنسكن؟ لدينا ثلاثة خيارات، إما هذه البيوت الزجاجية وفي أغلبها هي جاهزة تأتي من الأرض ويتم تركيبها، شيء أشبه بلعبة الليجو لكن بمقاييس أكبر، والاختيار الثاني جذاب إلى حد ما، يمكنك بناء التصاميم على الأرض ثم تنفيذها بواسطة الطباعة الثلاثية الأبعاد على سطح المريخ. أو ربما هذا الاكتشاف الأخير من علماء هنود، ها هو طريقة مستدامة لصنع الطوب من تربة المريخ بعد مزجها مع البكتيريا واليوريا. يعمل هذا المزيج الفريد على علاج المشكلة الأساسية التي كانت تحول دون بناء الطوب بالشكل المرغوب، وهي المسامية العالية للتربة. فمزيج البكتيريا واليوريا يعمل خلال أيام على تكوين إفرازات تربط جزيئات الطوب معا كالإسمنت. كل شيء جاهز الآن، يبقى رفقاء السكن، فقط نتمنى أن يكونوا من الأرض. هذه كانت ملفاتنا لليوم، وتتابعونا غدا السبت. صغار المحيط الهادئ كبار جدا في صراع واشنطن وبكين وفي أوكرانيا، من لا يستطيعون الهروب من النار حتى لو أرادوا. في نهاية الساعة أبرز أحداث الساعة بصور من الآن وحتى الساعة المقبلة. أنا حنين الشولي وهذه الساعة 60.